بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.